بس دول لعيبة دوري ألماني. اوبا جالي لون شيب شيفتر، لو طلع لي لاف باك حلو نيك حلو نيك الكلام ده. انا اخد اوكي، بيريرا الليفت وينج باك. اكزاكتو مو، اوكي وهنلنكه مع حد وخلاص. بسيط، بسيطة بسيطة. امافي يا عم ب 15 كي، منو هذا أمافي؟ كارت يوروبا ليج 83 ب 15 ألف. رب ولا لب؟ مين؟ رايت لب باك ولا لب باك؟ لب لب ليفت باك لب فرنساوي كمان، يعني حلو هيدي لينك مع فكير. فكير. في بص هنا برضو قريبين ان احنا يطلع لنا جيبز. لا هناك اوبشنز، انا الحين اشوف اوبشن. سوي لي اوبشن. بس اللي بعد كده بقى سيلفرات وبرونز وجولد رير وكومان وحاجات كده تعبانة. اعطوني كارت شيب شيفتر. هو طب بيريرا ده كارت شيب ارقامه شيفتر مش وحشة على فكرة، مين؟ بيريرا الليفت وينج باك، اه وده ده برضو احد ده هيعجبك نيك، ده 5 ستارز كيلر وفور ويك فوت وشغل عالي. هيلعب 7 ماتشات من العمر. فاهم، ما ينفعش تبحبحهم شوية وتجيب هيكتور بلالين؟ ما انا الفلوس لما يبقى عندي، في ما هو يلعب الماتشات دي هيبقى معانا شوية فلوس والدنيا هتظبط. قشطة قشطة قشطة. ده البلان يعني. كان في واد اللي هو جاميرو ده الاسباني، لا جريمالدو ده كارت توتس اسباني 53 ألف، كتير تو ماتش والله تو ماتش. في اكونيا اللي هو الهيدلاينر 29 ألف. كونيا تقدر؟ الهيدلاينر ب 29 ألف. كونيا الهيدلاينر. اه ماشي ماشي. انا بص يعني هو في اوبشنز، ده في اوبشنز هي، بس احنا محتاجين نلعب لنا كام ماتش، ميك شوية شوية هتجمع كاشات لك كام كوين كده. بالظبط. الواد أليكس مورينو كم هذا أليكس مورينو؟ 22 ألف، وايلد كارد. بس 94، الديفنس بتاعه مش قوي يعني، بس قشطة هيمشي الحال يعني. ما بلاش تلعب بالنار بالنار بالنار. كده ممكن نلعب، انا ممكن العب بالواد الواد ده كوينجر اصلا. حلوة نيك الفكرة دي ولا ايه؟ 4 2 3 1 4 مين ده؟ 4. لا يلعب رايت باك، يلعب رايت باك وزي ما مين احنا. ده؟ الولا اسمه ايه ده؟ بيريرا. بيريرا
ليفت وينج باك لذيذ. محتاجين بقى سي اف تو كام الدنيا تبقى لذيذة. انت مش هتلعب ويك اند ولا ايه يا برا؟ لعبت 5 ماتشات يا برو. حلو، شو الريكورد؟ 5 من 5. حلوين نيك دول. بس كنت بقى يعني عارف بسيب في ماتش انا شايط 28 كورة يا اسدي، والواد اللي قدامي 9 كور، فاهم؟ خلص بالله يعني. يعني احنا تعادلنا 4-4، هو اللي كان كسبان وانا تعادلت معاه 4-4، ودخلنا اكسترا تايم واحا ولعبنا بنالتيات، انت فاهم يعني ايه؟ انا شايط عليه 28 شوطة، شيت يا برو. ال expected goals كانت 10.8 وهو كان 4. يلا تعال نشوف البكات اللي احنا عملناها هيطلع فيها حاجة ولا لأ. ما طلعش فيهم أي حاجة، طلع فيراتي 87. شكرا، ميرسي كتير. انت شفت اساسا حوار التوكنز اللي هم عاملينها في الشيب شيفتر؟ نوب 40 توكن، وايه بقى سهلين يعني ولا تخيل اهدار برضو؟ تخيل ال40 يبقى مين؟ زيدان انا شفتها وانا داخل اللعبة، زيدان المومنت. بس 40 دي محدش يعني حاسسها هتبقى بضنيك يعني. هي بدان خولانة مش بدان، بس طب وايه يعني، هل احنا عرفنا الحاجات الاقل ايه ولا لا؟ والله انا كنت عايز اوي العب بالواد ده بس مش هينفع. بص يا باشا، 82 في 25 دي واحدة، واتنين توكنز 83 في 25، بعد كده 84 في 25، بعد كده مومنتس مايكل، بعد كده 85 في 20، بعد كده بكاية شيب شيفتر 1 في 3، ولو جمعت 9 يبقى 91 افكس توتس 1 من 4 بلاير بيك. في 10 بقى تاخد كيمبيمبي 92، ما نعرفش البوزيشن بتاعه هيبقى ايه. 15 تديك 93 شيب شيفتر بلاير بيك 1 من 5. 17 95 بلس افكس توتس
واحد من خمسة، كافو 20، وبعد كده 95 23، 95 بلس شيب شيفتر واحد من خمسة، وبعد كده 92 مومنتس ايكون بلاير بيك واحد من ثلاثة، دي عاوزة 25. بعد كده عندك بقى 27 تاخد بقى كارت كامبيمبي الأعلى، ماشي، بس لسه مش عارفين البوزيشن برضو بتاعه ايه. بص، الخلاصة ان انا هعمل صفر من الحاجات دي، اس بي سي فدي هات بقى، لذيذة. اه 30 تديك 96 بلس من الافكس توتس واحد من خمسة، حلو. 33 تاخد براي يا راجل، انت بتقول 96 33 بلس؟ 96 بلس، بس لازم تجمع احا، دي 30 حلوة نيك. توكن، 30 توكن، اه دي صعبة الصراحة. فاهم؟ بس خد بالك ال 96 دي ما فيها براندي، فيها براردي وفيها مين، وفيها كيميتش وفيها مودريتش. اه لا دي فيها حاجات رايقة بصراحة. آه بعد كده 33 رونالدينيو البرايم العادي مش المومنتس، رونالدينيو 36 36 توكن تاخد 94 بلس ايكون مومنتس بيرفكت واحد من اربعة، تجمع ال 40 تاخد زيزو، تاخد زيزو وتلعب كتير، تاخد زيزو وتلعب كتير، يعني انت مش هتلحق تلعب بيه اساسا. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Y ahí va el pase atrás. La, 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 la. ¿Cómo va a ser esto? Ahora de Neymar al Mons. Fácil, se quitó la marca. ¿Cómo va a ser penalti aquí, جدعان? No sé qué le digo tanto. Lewandowski, جدعان. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. ضيعت الكرة ما تضيعش، بعدين كان ليا بنالتي برضه ما فيش خالص. سيدي الحكم، المفروض والله قعدت في الجاي، بس الكلام ده كان الساعة 10 مثلا، الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 12. كان في سينما. ايه الشوط الرزع دي؟ اوف دي قنبلة. دي رزع عليك. لا يا ابن المدافع. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Atento que lo están ahogando con presión. Gilson. Ya ves, كل حاجة. Asociarse lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Traversa. الواد جامد عامة، هو ماتش حلو. I fucking love it يا برو، أحب الماتشات الحلوة. أيوة بقى. أصل أنا بلاعب في عاطفي. الماتشات ال اديني في الماتشات الحلوة. Gilson. Y rápido perdieron la posesión. Hay laterales, se pase por abajo, no podía terminar peor. Formidable como para que linchada haga la ola. Yo no sé si harán la ola. La ebra el mernaya, ya viera el arz. Tiene las manitos calentitas, tanto aplaudir. Harrocti, والله harrocti. Este
والله هذا الولد يلعب، والله يلعب يلعب يا ولدي. Sí, ya pro. What's up, ya pro? En posición adelantada. Zack Riz. Y este es Sergio Canales. Es un corte, pero. Este es un buen paso. Entrale, sí. Ya el árbitro ha señalado que la juega en el tercer tiempo. Y está. El córner lo juegan en corto. Rechazando Casillas con el puño. No, es cuál es. Marquinhos. Isco. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Guarda que me tiene que rápido modificar la idea, presionar para recuperar. Lewandowski, ya جدعان. Muy buena la intención, pero ahí se fue largo el balón. Ahora, and then you lose it, yeah, bro. Para marcar, no se hicieron esperar, tuvieron poquito la pelota, pero خطر 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 اللي بيحصل الحين هذا خطر وايد خطر وايد خطر. Isco. Esa pelota no es más de ellos. Ahí se viene, si se libera Flava. يا ابني والله عاملينه بيجري نفس جري ستيرلينج وكانتي. لا لبست التاني جهز الجواز كده. حاسي بقى جامد علينا يا برو. إيسكو عطفي تلعب بيلعب بكل كلاب انت عارف كده مع عيال عطفي إذا فيفا فيرجن. What the fucking goal by ميسي يا برو. يا جدعان عايزين جون قبل ما الشوط يخلص. إريك كانتونا. Por favor. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. بتفرج على ستريمر كده مصري بتاع كورة يعني معروف. واقع جول باي ميسي ومصمم ان هو مسمي ريس جيمس مصمم ان هو مسميه ريسي جيمس ريسي يقول لك ريسي ده والله اندر دوج هو اللي بيتكلم بياخد دوج ريسي كتير وكده قال له اندر دوج يا برو ومسمي دييجو جوتا بوتا بالبرتغالي يا برو. لا ما اظنش هي جوتا دي. انا عارف ان اكيد مش جوتا. بس لما ناس بتقول اسامي لعيب غلط وبعدين يقول لك ما هي ده باسم بلده. اوه اي لاف ماي تيم. اي لاف ماي تيم. طيب انا بتناك من الواد ده فاحنا هنعمل تغيير. انا واخد بالي. والله هذا الولد يلعب. ممكن نعمل ايه؟ عايزين واحد دريبلر وعنده جود ديفنسنج. ديفنسنج دي قصه. عامة انا هدي فرصه للتشايلد بروديجي جيل. يعني واحد مين؟ جيل. مين؟ جيل او جيل مش عارف اسمه. كارلوس جيل. جيل ايوه يا برو بيلعب جيلا. هتيجي نجله في الحله يا برو. العب يا عم العب العب انا فقير زيك. اوه شكله سايب الدراع. يلا نروح نجيب جون بسرعه. جيل قصم من ام تيزك. اح ايه جيلسون مارتينيز بتاعه ده. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Gil. Anda generoso este muchacho. Get it. Y míralo cómo se va al arco rival. لا يا جدعان
صح يعني الديفنسنج ده هو ده الديفنسنج المطلوب. الواد جامد قوي الصراحه، لازم برضو ابعت له جي جي بعد الماتش اقول له جي جي يو هاف ماي نمبر. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Dale, Gigi, bro. عايز اطلع بس من نص ملعبي at some point. شوف ده هو ده بيعمل اشتغالات. لا الواد جامد برضه، لازم بص احنا هنا برضه كلمة حق، لازم ندي كلمة حق. حاسس ان انا عجوز نيك وانا بلاعب الشرموط ده، حاسس ان انا عجوز نيك وانا بلاعب الشرموط ده. احد عمل فيكم اوف سايد تراب، ده عامل اوف سايد تراب اللي انا لما مؤاخذه بعملها فيكم كلكم، حاسس ان انتوا خلاص قربتوا تموتوا. دي اسمها اوف سايد تراب ارثرايتس، اللي هو انا في السم بطء العضله. روح روح يا بيريرا، سخن العضله كده، سخن العضله كده يا برو. لا 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 لا، دي مش اوف سايد، دي مش اوف سايد، دي اسمها منياكه امتي. كابتن كابتن برضو كالسم قلة الأدب يعني. يا no tiene la pelota. Se mueve en campo rival tratando de hacer daño. انت واخد بالك ان انا ما شفتش الجول كيبر بتاعه الشوط ده؟ لا هو انا كل لما ببص وارجع بلاقيه معاه الكوره وهو ضاغط عليك. ده عامل تاكتكس، عامل تاكتيك جديده، ده عامل عليك تيكي تاكا. تيكي تاكا. طيب يا جدعان يلا 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 بعمو 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 بعمو. المشكله فيريرا ده بيقول لك ايه، ده بتلعب يا بتلعب يا انا؟ لا بتفرج على ما شفت كده يكون كده يكون كده. اخر حاجه كان ب 400 انكونكو بيوجعني زيربيك، انكونكو بيوجعني تيريبيو، انكونكو بيوجعني زيربيك. الواد ده خطر، الواد ده ب 400 بالظبط يا غيزو من ربع ساعه. ماشي ممكن نجيبه بقى عشان محتاجين نغير دي بروينز. لا دي براونز مين بقى راحت على دي براونز؟ دي براوني، دي براوني. ده ميسي متألق نيك الماتش ده. بس ويتش وان المونستر الشيب شيفتر يا برو. ابو فايف صار ستارز ستارز سكيلز. بيعمل الاسكوس برو. اوف اوف اوف، وبيعمل كنسله وحركات يا ابن المرة البطيئة، يا ابن المرة المومس الوسخة البطيئة. What a fucking goal nene. What a fucking goal nene. بقول لك ايه، لو هتعمل حلقة برتقانة مستفزة انا ممكن ابقى خصاية. عايز اعمل واحدة جديدة، عايز اعمل واحدة جديدة ليه؟ ما تخليني ابقى خصايه او خياره. ممكن تسميني، ممكن تسميني خياره ديلافينيا برو. كسوم الجموديه ادي ام تو سترونج يا برو. انا ما فهمتش النقطه ازاي كارا ديلافينيا من لا برو. شكلك كده مالكش في الليزبينز بقى يا برو. يا برو يا جماعة كراسكو ده والله العظيم في حد حاطط خيارة في كسومه بيلعب وفاهم مديهولي بخيارة في تيزو. بطيء نيك المرة الواسعة ايه ده بجد؟ He feels very slow dude. He glides يا برو. لا he don't glide يا مان، he don't glide. اوه بيبي والله جبنا الجون الاولاني بس فاهم، الجون جاب بالعافيه نيك يعني. كنا كده وير جوينج تو وير ا جول دلوقتي. ولا جه غير الماتش والله العظيم.
مين السيرف ذا باكيت ده؟ llega cortando bien y recupera. بقول لك مين السيرف ذا باكيت ده؟ بتوعي qué manera de perder el balón. ما لا حظ. avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. يلا روح. vamos 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 amigo. esto se está terminando señoras y señores, van por el empate, puede ser acá. so fucking slow ya bro. pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. todo bien, todo bien, todo bien. خدتني الصراحه، خدتني غفلتني. لا نايس نيك يا برو. طيب كونستانت، هنلعب كونستانت ونرمي كاراسكو على الوينج تاني. انت كنت بتلعب كاراسكو؟ انت مش ما كانش عندك ما تحط في فقير. بكرهه وحش نيك. ما انا كمان ما بحبوش. طب بقول لك على حاجه، ما تخلي رودريجو بكام؟ ما انا اي ثينك انا عملت كده، او انا خليت حد تاني بكام تقريبا. جيل جيلو مش رودريجو. لا عشان هو اي ثينك الواد ده مش عارف، هو مش عارف لو جيل ايمن او اشول. اوكي انت بقى عارف؟ لا انا برضه مش عارف. ممكن نسوح بعض فاهم؟ We can wet each others يا برو. We can tourist each others يا برو. صح. يلعن كسوم من اهلك يا سافيتش، يلعن كسوم من امك. يا ابني اللعيبه انت بتتكلم بيها. ما انا بقيت ار سي. هو ده كده كويس ان هو اساسا معاه فرقه بيلعب بيها. تبغى تضيع وقت الحين يا الشيخ. يا الشيخ قفا عليك. يا ضاني. أول ماتش؟ لا لا أنا كسبت ثلاثة وخسرت الرابع. ده بالظبط اللي حصل لي. بس الواد يعني الصراحة برو هيز ريلي جود ذيس كات. ممكن اعمل له ريبورت عشان ما لعبوش تاني. انت مين قال لك ان انت ريبورت؟ لو بتعمله ريبورت ما بتلعبوش تاني. لا انت لما بتعمل ريبورت لعيب وبلوك وكده خلاص مش هتقابله تاني. لا مفيش الكلام ده فعلا؟ اه. بيريرا انت شايف الاداء تديله ريت كام لغايه دلوقتي؟ مش حاسه. You don't feel him ها؟ لا خالص. انت مش كان عندك كانسيلو؟ يالا كان عندي كانسيلو بس اترمى. اح برو انا برمي كل الخول. الشراميط دول كلهم بيترموا. انا مش فاضي يا برو. ده انت خولنيك. حد يرمي كانسيلو يالا؟ يا برو you don't have the right ان انت تقول yourself a west coast gangster معايا يا برو. You really dead because he's really good man. وحياة ديني I threw him والله. He was really good بس زهقت من شعره. احلاله. يعني. كل اسبوع يا غازي بقالي مش عارف 3 اسابيع دلوقتي بوصل 17 وينز واخسر ال 18. طب سؤال انت معاك كروت في النادي تقدر تعمل انسيني ولا انسيني خلص؟ انت تفتكر ايه يا برو؟ مفيش اي ابن متناكه. انا خلاص انا بخلص الويك اند ما بيطلعليش اي ابن احبه. برمي الخرى اللي بيطلع لي في اي حاجه وما بيطلعليش ابن احبه عادي. اصل الحوار ان انا لو كان فريقي كنت ممكن اشتري كويس بس انا فعلا اشتريت. اللعبه بالنسبه لي خلصانه يعني. انا بفتح الباكجات النهارده بتاعت الرايفلز طلع لي ديفيز. اللي هو ايه بقى؟ ده حلو نيك. الشيب شيفتر. اوه بيبي. في زحمة. انا ما بحبش الزحمة دي. بالظبط. تيم 1 كده طلع لي فيه عطال وديفيز وهازارد. اللعبة خلاص ابتسمت لفيبتو عامة. بعد ما خلصت بالظبط.
بس ومين تاني والرايت وينج اللي هو ديزوست ده ولا مش عارف ايه. انا بقى انا طلع لي كراسكو طلع لي عطال وطلع لي عطال وبالرين Just a ghost. Just a oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Ah, Robertson, حلو على فكرة. Maravillosa reacción. Oh, actually, ممكن Robertson ده يلعب سي ام بس مش عارف. على فكرة أنا لعبت دي. أكيد دي بروين أحسن منه. لا هو ديفنسيفلي انا مش بتكلم هجوميا بس هو اسرع وهيخفف كتير من دي بروين. اذا كان هيشوط لك دي بروين كان هي ديفنسيف لك دي بروين يا برو. نيك احسن منه كمان يا برو. يس يا برو دي بروين بتاعه صغير بس يحير يا برو. تمام في الكرة مفيش تحيير. انت شايف الزحمة اللي الواد عاملها قدام الجون؟ هو مرجع جيش المهدي موقفه قدام الجون يا جدعان. عايزين نجيب فاكين جون يا برو. هو انا اي ثينك ان هو عامل دروب باك والاوفنسيف فورورد رانز او مش بص الكرة اللي ضيعها دي. ده هيطلع من الماتش يلحق نجيب جون بقى. يا نهار ابيض الكرة على الخط خبطت في العرضتين يا غازي وقفت على الخط. ده هي ويل فاكن ليف يا برو على طول يا حبيبي. احنا وي ماست سكور بينالتي. Alta la presión del rival. انا عمري ما شفت فريدريكس الجولد. ما بالظبط. الصراحة جاب جون هو مستحق جدا يعني جون مستحق جدا. I mustn't speak يعني. Forget not يعني. RTG بيبي. اسمه RTG بيبي. احلى كيك اوف جليتش اون يور فاك فاك بوسي. جرين تايم اسكو ديسكو ولا مره اصلا جريت ستريت لاين. كنت مدي اسكو انجن عشان يعرف يتورك في نص الملعب يا بو. يا ابني اديله اكتر التورك هتبقى اسرع. لا انا عشان انا بلف كتير خدت بالك بقعد اغير الدايركشن عايز يا جدعان مالكوش دعوه. لا لينا براحتك. لا يو هافنت برو في محرك زي ما انت. لا انا مديله اصل هو انا مش بسبرنت بيه يا برو. انا ده اسكو اديله ماركسمان. هو ايه بقى الجول كيبر بتاعه اللي اسمه بيرن اللي عمال بيصد بكسومه ده كارت جولد. كارت جولد والله عظيم. جولد بيرن عشان يدي جرين لينك الكلين شاويني. الواد ده انا مش عارف يعني هو وحش نيك ولا هو كويس ولا هو انا متزق يعني مش فاهم الواد ده لغايه دلوقتي الصراحه. هو فرقته ضعيفه وعارف يلعب بيها حلو نيك وبيلعب مركز نيك يعني هو لعيب جامد بس هو مركز نيك لان هو عارف الفرقه بتاعته وحشه نيك يعني ده مثلا مستحيل يطلع من الماتش صح. لا لا لو جبت فيه تلات يعني الفرق بقى جونين او تلاتة هيطلع. لا 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 في سكريبت
Ma non visto il coro della messa in doia. Ora sapere a chi le va a mandare una targhetita da Navidad all'archero, no? Al poste. Ora uno può dire, che vista. E ti pareva in alto. Ah, è sedio. Guarda che, a me è vino là, vedi da, da, che si viene. ده مين اللف ده و ضيع لولوس سيرجيو كاناليس فييرا انا اتشليت انت شلتني اتشليت من كرسومك يا فييرا طب ما تخلي فييرا السنتر باك وطلع حد خفيف قدام ما هو هو بطيء على سنتر باك دلوقتي حاسس يعني بصراحة بطيء على سنتر باك انا بلعبه بلعبه هو كسي دي هو حلو بس لما لما ببقى محتاج اعمل حاجة بالكورة فهو بيبقى تطلع هجمة بالكورة ما بتقبلش فدي دفع حلو منك بالظبط ما يا اوكي سو رايت اه غزيدة بالكورة لا لا في حاجة Buena recuperación en zona de peligro. Saque de banda, lo harán largo. Pero el guardo no se basta a ese día, no ha metido eso. Es bárbaro, tapando otra pelota. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Bueno, fuerte puñetazo del tiro. No ha metido presión, pues. Tanto la iba a estar y no ha metido por la gente. El corner lo juegan en corto. No lo vieron, بس جون. Pedazo de centro que mandó. انا بقيت كسبان at any point of the game خلاص الماتش ده يبقى حصل. ايش البنوت ده؟ شنو هذا اسكو؟ اسكو! متلاك علي الاسدي متلاك. وكان ليه علي الاسدي متلاك. يلا ما انت كنت عديت يلا ليه رجعت ما انا عارف بس تخيلت ان هو هيحرك جون ولا حاجه بس الواد باع القضيه خالص طيب بلعب احد اسمه عمر و اح ده 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 بتاع الشيخ هو ايه ده الشيخ العرب طيب انا 4-0 واو لا انا شوت زيرو دي اي جاست وورد يو ا بينالتي يا برو هو هيطلع قبل ما البينالتي تتشاط على فكره طلع كسوم حياتي ما بفهمش الناس دي يعني ليه يعني هو مش عايز يكسبك لا يعني ايه الفكره يعني ليه الناس بانك سايكو سايكو نيكا الواد قال لك خلاص انت وين يا برو اوكي ذا جايز ويننج 6-0 اي دونت نو وات ذا فاكس جوينج اون انت مش متضايق على حاجه غير انه راح اللون بتاع الواد اسمه ايه ده بيريرا مين بيريرا يا برو صح يا برو بيريرا كده 2 جيمز 1 اسيست It's interesting in the lead, he's not that great. I don't know. Yeah, كورة كورة عمالة كسوم المدافع اللي طلع لي ده الشيب شيفتر اللي بلعب بيه مكاليلي موكيلي ولا التاني؟ لا التاني التاني اللي هو كولو كولولو اه مش عارف قلت العب بيه عشان تيو هرنانديز ووحشني بتاع اي سي ميلان ده ولا يا اسدي انت بتلعب بمين في نص الملعب جنب فييرا؟ كاناليز طب هو مين اللي بيريرا اللي بيلعب رايت باك اوكي يلا 6-1 هانت يا غازي هانت كلها 5 تجوان يلا 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 نكسب الماتش ده ونقفل على كده بامو كراخو تعالى شوو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 
تندرموس ان كوينتو ده كاراسكو تخين ازاي كاراسكو برضه باتيني غادي دي تراي كاراسكو y no me cabe duda the cam on he's fucking shit ya bro todo para dar un buen he's good as a barabu cm pero لا لو سي ام تمام اللي هي 4-1-2-1-2 ايوه برافو ده سي ام انا حاسه هيبقى كويس في فورميشن بريشر افتر بوزيشن لوس لا هو يلعب من المرة الوسخة ده انت من المرة الوسخة oportunidad desperdiciada para saque desde el fondo ما فهمتش الكاميرا اللي تصح واللي تصح انا حسيت ان هم هيحسبوها لي جون بعد ما تحسبوها جون انا قلت في فاول قديم في حاجه اوف سايد بتاع 6-2 اوف هانت هانت يا غازي هانت بقى 4 دقيقه 60 يلا راجل اوفر ده كيفن بروين كان لوغر انتقال البلوتا este es un buen pase sigue buscando lugar adecuado y ahí lo tiene para que le tire una alfombra roja atento que esto puede ser peligroso parecía un ataque claro se ha escapado انا عملت على اسد ال 93 بلس الاس بي سي فهمت فيها كل اللعيبه العاليه اللي عندي فاهم في الاخر طلع لي لوريس 7-2 هانت هانت كلها خمس تجوان لا بس قشطه انا ما ينفعش نشوط تاني الصراحه قشطه قشطه كمل عليك وانت اوفسايد تراك ملوش اي لازمه لا مش هكسب بس قشطه لا انت تدور انت تدور لا لا خلاص انا مفيش بليف ات بليف الفكره بس ان هو في مصر فممكن النت ده با بيني سا بيلوتا انت حاطط امل كون ايجا دي بروينه دي بروينه اه فين الواتس فسيف صحيح هافنت كلو يا برو هو مش كان بيخش يلعب عندك يا غزغيزو فرانسيسكو على الكورة دبي دبي اوكي بقول لك ايه انا ممكن تشوف الستريم بتاعي سامي لو شغال انا بس انت فس وهو سيركيو كاناليس بلوتا دي كاناليس شغال الستريم بقالي كتير اوكو اس كاناليس انت بقالك كتير مين نوفيسكو اي ايتا اليسون دي نوفو تابادون George Best con el balón. Tuvo pelota en la entrada. Qué buena pelota metieron. يا عم مش اوفسايد عديها لنا بقى يا ريفري يا ريفرن venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón حكام ahí lo escuchas al técnico levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la chica es lo mejor que puede hacer رايو ده مركز معانا قوي aciertan señalando el fuera de juego Ansu Fati David Rajos ومش عارف يجيب جول Richarlison ojo con este pase y ahora طب انت ابن متنكة قوي يا كورتوا هديني انا مخرجك يا عم وموقفك نيلك خريف برضه ما تصدش y la pizarra por ahora 1-1 han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo infracción sin tarjeta Susina me parece que el árbitro la vaya a sacar hasta acá llegó la cosa para el rival انا عايز العب حد سهل انا زهقت انا كل يوم ماتشات صعبه من كده no consigue robar el balón y será lateral
De Bruyne. El jugador que ha perdido la pelota. What a comeback. What a tricky comeback. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. Esa barba, George. Ansu Fati. Está bien. Kevin De Bruyne. Ahí está la ventaja. Bruno Fernandes. Una ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. What else could Jesus is going? انت جبته فيليبس هنجيبه لسه طيب خلاص este es Sergio Canales كده مش هقول لا ahí tiene uno al lado شو بس ديبلي بقى ده atento que la lleva Isco روح سلسة بص كالسم حلاوة الجون ده يا دين امي بص الالاستيكو ده لبست المدافع في السيديان اتنين لبسوا في بعض يلا يا ولاد الشرموزة يا ولاد الشرموزة يا ولاد الشرموزة سيوي 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 Se viene un corner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. Se viene el pegó. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Sí, el ejército B, Zay Kalagi. حطه على الدكة كده ماتش الماتش اللي بعديه هينزل ياكل المدرب. Terminar los primeros 45 de este 2-1. اوه ارسنال خلاص خد خيسوس لا خلاص اجريد فيه 55 ميلز الارسنال ارسناليتو يلا عقبالنا كده لما نجيب ديونج مش عايز زيك عمال يقول والنبي ما تودوني الله لا ما بالظبط هو مش عاوز زيك هو ولا يعني هو لو ولا تيمبر ولا مش اصل يعني هو هيروح فرقه هيروح من فرقه طلع شامبيونز ليج لفرقه مش هتشم حتى اوروبا ليج دي وونت ايفن سميل ات ان لا بريميرا بارتي ها دادو لوغار اورا ان سيجوندو تيمبو كي تين ال سيتي بيرديندو هيروح يعمل ايه بلعب كويس مومنت وارمان الله بيريرا كاراسكو Uscite bro! هزله طيوزك يا لاسف ايه؟ كنت اقول لك هزله طيوزك ما انا كنت والله نفسي بس هي بريست بوز يا برو هي بريست بوز Los goles son los que marcan la diferencia. Nuno Mendes. Cruyff momento o la Cruyff si no lo paran, van a ver un abrazo de gol. El momento está el recuperan el balón, algo pueden hacer. شفت انت السكواتس بتاعت ال سيستر 40 توكن عشان تجيب زي انسو فاتي يا خوتشان los centrales del banco Mario la indicación del tirar la ley del offside sí pero esperemos que lo escuchen los jugadores porque si lo dice el técnico y no los jugadores puede quedar enganchado شفت بقى انا بدي اسكو انجن ليه برو اي ايه الكورة دي اجويرو دي حلوة ليه قنبلة يعني فكرتني بكورة كابتن ماجد عارف اللي هي اللي بتطلع فوق وتنزل دي كالسم حلوة الجون ده اسكو هاتريك هيرو انت شايف بقى انه كاراسكو ده بيجي ما بيعملش اي ابن متناكة طول الماتش ما انا بقول لك كاراسكو ارميه وينج اللي يلعب كام هو اسكو ما هو ده اللي انا عامله اح اسكو ما ينفعش يلعب في اي حته اصلا غير كام ده ابطا بالظبط عشان الورك ريت بتاعته
بطيء نيك ابن الاحمر. مثلا انا ممكن كراسكو اكمل بما يلعب ان وينج. انا ماليش حاجه. انت كده 5 من 5 ولا كام؟ 4 من 5. خسرت الماتش فاكر ضد الواد الواد ده. الجاحد ده. نكمل. بيريرا هل جاب اي اسيست؟ لا مجابش اي حاجه جديده. الواد اللي بيلعب ده وحش نيك وكسب بيضان قوي. اي ساك اوي بيضان قوي. بيضان قوي. الواحد ممكن يعمل ايه النهارده؟ وات اقول يا لهوي يا وات انت تلاقي ماتش نروح ننقل على غزاريزو. شوف شوية هتشوف تلوث. اوبا المان كسبان فس 1-0. تونالي ده جامد نيك برضه. كارت كله الجديد بيلعبه بتاعه ده حلو. كل ما بلعبه بينكني. انا كان عندي كارت الفانتسي بتاعه ده رميته في الاس بي سي. انا هرميه عشان خلاص ده ها يس سي سيلبريت نخلص. خلك يا برو سيوي. نفسي اعرف مين اللي قرر ان التخطيط ده بضني. حاسس انه عاطفي والله هو اللي قرر. لا احنا اللي هو الكوميونتي العرب. بس كنت عمري ما هلاحظ يعني لو ما كنتش عرفت هو حد خلط لي ما كانش هيفرق لي. ما هو ده الاحتفال بتاع جنابري. بس احنا عندنا التخليط ده اللي هو زي العداد كده اللي هو بتعد جوان. يلا عافي بيقول لي بكرة ان شاء الله. عافي بيشرب بس ممكن بقى. انا بصراحة بقى لي فترة مش قادر اشرب خالص. اذا في حد تاني بيتفرج عليه مين بقى؟ مين يا ترى؟ تلاقي سيف بيسلي وقته يا سيفي. ماشي هو مفيش غيري اللي انا بتفرج عليك عادي. وقع جول يا برو. شاطر. خلط له تاني خلط له تاني. ايه ده هيعمل كويت ولا ايه؟ عامل بوز. هو لو عامل كويت يبقى غبي ليك عشان هو مش وحش يعني. لا عامل بوز بس. عامل بوز عشان عايز يبعت لي حاجة. هيجز يا برو. ده عامل بوز بقى كتير. بيعملك خطة كومبو. نشوف دلوقتي. هو كان بيلعب نشوف. دي برويني يا if this goes in. Oh fuck. Fuck this shit, yeah, bro.
على بالي يا عم كسوم تونالي ده. يا جماعة كسم منيل الأحمر اللي طالع للشعب كله ده، هو ليه منيل مش بسترونج لينك مع اوزيبيو يا غازي؟ ¿Qué tal amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes y Fernando Palomón. Hoy es día de finales de FUT Champions y vamos a tener un partidazo por delante. Esto será intenso. La verdad que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Can be lab, so Wayne Cruyff, sí. Otra pérdida de balón. Pase para Mané. Gana, العو العو Mané العو. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? No, como Messi. Ah, yo corro el gato lado. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. No digamos que se va a dar un bombazo. Pero le salió bien. Lo que es la improvisación, ¿eh? Un pelotazo largo termina en una jugada de gol. Y acá no, seguimos con el partido 2-0. Se viene el tiro libre después de esta falta. No hay tarjeta. Y es así como termina el peligro. Mando Browns. Cuánta imaginación de ese pase. No creo que este haya sido el final que esperaban. What a pass by the Browns. No es necesario decirlo, pero ese es Eusebio. Ahí está la presión surtiendo efecto. Bien ahí para meterse en el trayecto. Y ahora entra por la banda. Atento, que la lleva Isco. Isco la tiene, Magisco, a ver qué hace. Guarda que esto sigue. No te pases ahí, Brian. Este es tuyo, Carrasco. ¡Un gol! Ay, Rosenti, eso es verano. Carrasco Dolphin. Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega Carrasco mejor en el board. Hello, Calulus. اطلع برا يا وان ويرلد يا مقير. اي ان ال 6 دهم على فكرة. الواد ده والله العظيم مسكته نكحته. What a goal يا برو، جبت ثلاث جوان. What a fucking goal يا برو. انا عاجبني قوي الواد اللي عندي ده، بيريرا ده بكام؟ 133. الواد ده كمان اسبوعين هيبقى ب 10,000 كوين يا برو. عامل راجي كويت يا برو. عامل راكوت. حلوه سي ار 7 ريد بيك دي، دمها خفيف. It has a light blood. Muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Dani Campbell Garrieta que Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78, Fernando Palomo. Un placer darle la bienvenida. Se nos viene un partido de aquellos de las finales de FUT Champions. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. انا غريب قوي ان مندي ده ما بيجيش. اه اعتقد مش منزلوا له حاجه عشان يصرف على التلعيبه. Y por fin los puedo ver. Se la juegan. Este es grande para Cristiano. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. اصل انا فكرت فيها برضه. بس غريبه قوي يعني ان هم ايه ده هيجيب جون في نفسه؟ يا ابن اللعيبه فيري نايس ثانك يو. ابينس اللي بيلعب بالون ازاي بقى؟ اشمعنى انت؟ ما تحصليش خالص. Ahí va Cristiano. On the trot, ya, bro. Puede ser una muy on the trot, ya, bro. Peligrosa pelota parada. Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja.
No, you mustn't shoot with Insigne like this, you know. You mustn't. No se le iba a ir tan cerquita como se le fue esta vez. 7 out of 9. Everything is fine. Estuvieron esperando a Vieira para este partido. Ahí lo tienen. Hoy será seguro que comande los rumbos del compromiso. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Francisco Alarcón, Isco. Atento que se viene. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Este puede ser el de la ventaja. Cristiano Ronaldo. الواد عمال بيكنسل وانا بتسوح في حياتي. This seems like the type of game where we die. Ya la pelota se está moviendo, ventaja que se sostiene para Vampire. Y la pelota que se va al corner, a ver qué sale de esto. Buen centro de Cristiano. Excelente como tapa. El arquero está vencido. Habibi. Vale igual. Lo que no sé es que andaba tuiteando el arquero en la jugada. Y la pizarra por ahora 1-1. Bastante arriesgada la decisión del técnico. Y ojo que lo pueden definir. Se mandó antes, tenía que aguantar un poco fuera de juego. 14 هي بتطلع I think احسن تكس. طلع الفات. Ese balón ya no es más de Vampire. Es el día de las palomitas. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Y la defensa neutraliza. Hace bien sacándola del peligro. Cristiano Ronaldo la tiene. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí va Cristiano. Se abre camino sin problemas. Son men Cristiano da. Game de. Qué bueno. Me خبط في اي خبل وبيعد الصم هناك. Con este rompe el empate se viene. Hablemos de grandes tapadas. Mira lo que hace Stesny. Este es tuyo, Carrasco. Carrasco, qué lindo, amigo. El partido por ahora. Que vuelve ese pase filtrado. Esta jugada. اتفرج يا فتو الماتش الجاز ده. اتفرج عليه ده. انت فاتك الواد جامد نيك بس انا جبت فيه جونين بجد معرسين قوي قوي قوي. رودريجو. اوه قلب بخمسة دلوقتي ولا ايه؟ ميليتاو. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Salvador entrada para quedarse con ella. Ya طيب القلبي فتو. Mira que se hace dueño de la pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Entra bien y se escapa la pelota, ahora saca de manos. Lo dejó en el camino. Miau. Un ataque que puede terminar en algo bueno para los Vampires. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Ruh, ya Carrasco, ruh. Carrasco. Pase adelante del defensor. Peligro y hay gol de Isco. Ahora la manda al arco. Bien, arquero, pero sigue en juego. A este le van a hacer un monumento. Stendi ha sido increíble. El córner lo juegan en corto. El rechazo de Chiellini en el centro. Magnífico ahí abajo. That's why a Pereira will always be defending. Avanzan y con buen movimiento con el... Es prometedor. Because you're shit. Casi gol, diría. Esta puede ser.
Dale a Messi y dale a Luis Buffon y Messi para allá. Amazing. Amazing. 7 million well spent. 7 million. Felipe Anderson. I blow 7 million, ya, bro. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Mira eso, qué buena pelota que han desperdiciado a Orsay. Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido han dicho, acá estamos nosotros y la pelota es nuestra. Y la verdad es que el equipo no deja de crear oportunidades, pero si llegan a convertir el gol el rival, lo va a tener muy complicado. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. No. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Fácilmente se limpia del contrario. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Linda primera parte good que hemos visto. Good descansar good ahora good al terminar los primeros 45 de este 2-1. Très bien, ya, bro. Très bien. I don't know how he does it, بس هو اللي بيلعب ما بيلعبش حلو. So whenever I get the ball, في خمسة حوالين الكورة. يعني بيعرف ما أعرفش. It's quite frustrating. Gegen press, ya, bro. Gangnam press, ya, bro. All right, I just scored goal of the season. Goal of the season. Goal of the Caesar salad. Given the brownies. Weiru 96x. وحشني فلاهوفيتش الريد بيك. ربيته برضه. طلع لي كتير نيك. Ponemos las pilas para comenzar el complemento abajo en el marcador. Está Rockets. What the fucking... Este es Sergio Canales. Cristian, bro. Right. Se va a quedar con la pelota Cristiano. Avanza y gana terreno Cristiano. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Yannick Carrasco. Ay, se bo. Ay, se bo. Y acá la. Y acá la. Desaparece Roberto Fabián allá a la barrieta. Peligro que se le pierde atentos. Ay, se bo. Ahí tiene la pelota en campo contrario. Es tu Onion, déjame. Onion. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Si واحد وانا في فلورنس يا 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 تيتسو في المكتب معايا او مش في المكتب يعني من قابلناهم يعني فهو كان هو طلع ان هو هيز ايجيبشن وعايش في دبي فكان بيقول لي بقى فاهم كان لما ابتدى يتكلم انجلش انا افتكرتكم هناك وكنت ليه هو اصلا يعني الانجليش بتاعه مش قد كده يعني بس كان بيقول حاجات بقى اللي هو يعني كان بيقول كل حاجه بالظبط زي ما هي بتبقى سبلت يعني بيقول مثلا اصل هي واز اسيرتيف يعني لو اي حاجه دبل اس لازم يعني فاهم لازم تبقى دبل اس يعني حاجات كده ف عايز اقول لكم ايه account. انت اللي بعت لي الواتساب ده الواتس ده الاكا كراون يا رب يا رب يا رب يا رب لا هبه الجوهري انجلش لا 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 عندها كده ثيم كده طريقه هي يعني بتبتدي الفيديوز بطريقه كده وتسناب الفينجر وبعدين تقول حاجات غلط نيجي بالانجليزي ليتس جو
انا اشوف الفرق دي اما اللي هي الار بتبقى فتقيله جدا في اللفظ وبتبقى غريبه جدا. فعلى سبيل المثال water bad ودي لا go to another video. الطريقة اللي هي بتبتدي بيها دي done meek 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 ابتدي اكلم كده مع الناس. Let's go. عبردينا اوعى تقولها مانسز اصلا. I left her a comment على حاجة هي كانت بتقول حاجة غلط مش فاكر كانت ايه. ردت عليك؟ لا probably she's big can time you delete bro. Comments can you delete the comments on Instagram? I imagine so. If yeah someone then she probably deleted it because at has a fear show. اوعى تقول منسز يا برو. هي كانت بتقول how to say espresso. Expresso. ¿Qué tal amigo? Soy Semino. Y al fin el expresso es formidable para el fútbol. Como siempre con Mario Alberto Kempes. Hey, la, ولا expresso, ولا espresso. Hey, el expresso. Expresso. Me mene es. Shenengu. Especial. Estos dos equipos expresso, nunca nos han defraudado y espero que. Estaba la Andy Sue. Partido esperado por todos. ¿O fue objetivo دوري اسباني انا مش عارف مش واخد بالي منه او حاجه؟ مودريتش بلعب فرق كتير لا ليغا. كبار انترغا بس ذا تيمز ار او بي برو سي بودي فينير لا ديغونال سو ذير نوت ايفن لايك ريلي جود لا ليغا فيري افريج ديتوما اللي هو يعني اي كان ميك ات ان 3 مانثس. De esto se trata el fútbol, de tocar la pelota de uno a otro entre sí esperando que el rival comete el error. Ah, no, right, I just scored the Maradona goal of the season. انت عندك المامنت؟ لا لا مبابي سكور بس مارادونا ستايل. ايدر ميليتاو انت جربت المومنتس مارادونا السنه دي ولا لسه؟ ميليتاو مش عايز العب بيه عشان مات. اي تم فلتراندو لا بوجا الى تيري دي رودريجو. Odin Lim, الصراحة Honor his legacy. أنا عشان كده الصراحة ما بلعبش ويكند ليج بميسي. Four rage quits in a row, bro. That's pretty damn, dude. So that one eighth, so what? Francisco Alarcón, Isco. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Míralo al técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Culo fenomenal. Ese Modric. Que te va a ganar Nick, ¿va? Lo, lo, يعني ممكن تاخد long shots, يعني من بعيد Nick, مثلا de Modric بوش رجله الخارجي في اللعبة. ميتا. لوكا مودريتش لا بس مش يعني اللي هو تبقى صعبه لو حل سلايد شوت اللي هي التريد مارك مودريتش دي مش اللي هو ايوه ما مش الجينيريك اه ما شكلها تريد مارك اتس تو جينيريك يا برو اوتسايد اوف ذا فوت شوت يا برو باربي انترسبسيون ديل جويغو تو جينيريك Jules Koundé. Oh my god, I'm playing against the Luka fucking Modric. Virgin. Magnífico ahí abajo. Esta es una entrada salvadora. Canter a bordo, Botini. El partido que sigue empatado está tratando de desequilibrar desde el juego. Y les impiden cerrar la jugada. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Qué bien que le ha quedado la pelota. Bastante arriesgada la decisión oh, del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario, oh, habían quedado muy mal parados.
And if I concede a goal, I'm not going to win this Sigue game. Ganando terreno con la pelota. Ojo que van a tener... Is that the first? Siwi! Let's halt the TikTok, Nick, by the way. Let's halt the TikTok with YouTube Reels and podcasts. I get that. Nah, YouTube shows you have bad. TikTok is a little bit better. I don't know why, رغم ان هم نفس الفكرة يعني. Yeah, it's just different types of videos. It's just the... Lemar. TikTok, but I think most of them are the cringe leaks. Yeah, they have the cringe leaks, you know that they mean it. They meant the Linta Nessa Shaefa, but that's it. Courtois que mete un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. No, nada, para hacerle daño a Courtois necesitan pegarle bien primero. Buena pelota. La hace de el arquero ni siquiera estaba presente. Y la pizarra por ahora 1-1. Patrick Vieira. Rodrigo. Este es Sergio Canales. La tiene el huevo Cuña. Es en Modric. Se ha equivocado Modric en la entrega. Y míralo como va, no lo detienen. Jules Koundé. Militao. Luka Modric. Marcos Acuña. Fekir la tiene. Avanza Acuña. Eder Militao. Esta pelota es para Thomas Lemar. Ahí se queda con la pelota. Bueno, muchachos, ya escucharon. Man, this guy is so fucking boring. Holy shit, dude. The 1-1? Yeah, he's had 80 passes in the first half and I've had 30. Damn. يعني هو كسم البدان يعني. Risky frisky. Don't forget the bath. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Sometimes I'm so good, man. That's right. Sometimes I surprise myself. Carrasco. Ahí lo dejó sentado el rival. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I خود يا ابن الشرموطة خود تخليطة يا معرس green time header time to waste time from the 49th qué buen pase ha metido. I might wear a goal from kickoff. Pereira. Mince mio bro, mince. Este es Sergio Canales. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Que no se le olvide la pelota más. Lemar. Ansu Fati. Está a punto de anotar. Viene en el mano a mano. The best. Impressionante. I just wore. I hate this fucking guy, dude. I hate the way he plays. So boring. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Mantiene la pelota y se acerca. Era bueno.
bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Es un cabezazo fantástico. Fuck you. Fuck you. Fuck you. I will fuck you, ya, bro. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chica permanentemente. A mí me no, parece no, fenomenal, porque el time. Equipo local está apretando demasiado. Good morning. Los Lions. Good morning. Con uñas y dientes. Señores, yo no me explico si no se han dado cuenta todavía este equipo de que van perdiendo. النهارده حصل مشكلة في الويب سايت one of our internal people يعني كان بيقول لي I need something on the website really desperately مش عارف ايه قلت له لا احنا we're having issues I just spoke to Fook هو الصيني اسمه فوك قام قال لي well how the fuck are we gonna sort this problem out هو bro he didn't know who Fook is هو كان فاكرني بقول فوك بطريقة بريتش كهزار قعدت اضحك نيك بعديها بخمس دقايق او حاجه قال لي so sorry I didn't mean to be like disrespectful I didn't know the computer because he was on a call with us so. Good morning قعد لا يتاسف فيك قعد يقول لي بقى في هو انا كنت فاكر بيهزر فاي ثوت واز فاني بس after the call بقى قال لي فاهم انا ما كنتش اعرف الراجل ده مين Actually, he was on the call. No, he wasn't on the call. We added him to the call, but I don't think he knows shit for the conversation. Francisco Alarcón, Isco. Good morning. Terminó perdida la pelota. This is my weapon, Fug. Whenever I'm in a call where I don't know what to do, I just add him to it because he always has something to say, but no one ever understands what he's saying. We have a summer technical. Ho ho. This is good. This guy, dude, he's really good. Good morning. Six goals. Yeah, many different. والله الواد اللي انا بلعبه بيلعب برضه لعبه من اتناكه. Eder Militao. That was so bad the first half. Yes, I must expose him. I must expose his defense. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Cómo le entró. Se la tuvo que jugar. ¿Qué de qué? Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. No se complicó para nada el portero en el corner. Se viene con todo atacando para romper el empate. خد يا ابن المتناكة. Fuck you. Okay, now we must defend him. Por favor, está casi cerca de quedarse con ellos la victoria. Y vaya sorpresa que se llevó el equipo contrario, eh. Llegar a encajar un gol en los minutos finales. La 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 la. Tiene espacio para sacar el centro. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Sin entrar en locura, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Ya la jugada la corta Halvis gol en Lars. Nuno Mendes. En 5 minutos saca el cartelito. Marquinhos. Sorry for the time wasting, but el balón al pie del compañero desesperando al rival. Van y tocan y vienen, la mueven como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Señores, se está acomodando, se viene el tiro libre. Yo no sé si los delanteros son buenos, pero esta defensa es muy mala. ¡Cabezazo!
Your fucking shit. Se termina el partido, triunfo. أم اللعب ده بجد وحش نيك يعني دي فانت بتقول انه عتال الجديد ده هيز شيت يا برو ولا ايه؟ No, I don't like him. But some people, a lot of people do, yeah. بس يعني his prize shows. I'm playing him now, I think, for the first time. أول مرة أشوفه يعني. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Se nos viene un partido de aquellos de la final de la ya quiero que comience. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que está jugada clara para Rodrigo. El primer golazo en el Rodrigato. Rodrigo, todo pelota en entrada. Hay peligro en el pase, ojo. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Atajada maravillosa. He's playing with Cannavaro moments as his CDM. Maybe the weirdest thing I've ever seen. Hay que mirarlo muchas veces porque es extraordinario. Yannick Carrasco. Carrasco is not going to play again. Sí. Qué fácil se lo llevó. Gran trabajo defensivo. Le están achicando los espacios, no puede salir. Llega cortando bien y recupera. You know who you'd really like? Rodrigo. Really good, se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. خلاص listen on it. So I don't like him in real life, fashion. And I try to usually do players that I know in real life and I like them. City que aprovecha los costados. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Ahí tiene la pelota en campo contrario. Luquita Modric. والله اوفسايد يا عارف. Fabio Cannavaro se queda con la pelota. Cannavaro in midfield is the weirdest thing I've ever seen in my life. Please, Cantona, please, Dantalotti, oh. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ah, bueno, pero el pase filtrado no llegó a ningún lado. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parados. Viene el guardameta y haciendo la tarea. Ansioso el portero, la regaló al rival. Sí. Por poco y se le venían mayores problemas al arquero. Vaya suerte que tuvo, ¿eh? Tras la equivocación pudo rectificar y salvarse. Se quedó sin la pelota Modric.
marca atrás, que esa no falla. Con la pelota Cruyff. Ahí se queda con la pelota después de la barrida. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Atentos, hay espacio. Alessandro Del Piero. Este es un buen pase. Al final no logran concretar el pase. Isco. Míralo al técnico visitante, cómo manda la chica permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Isco. ¿Y si convierte este mano a mano? ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. When someone is responsible for you, like financially, Mohamed Ghul correspondent, but I don't think he has Kilmer. Correspondent, I don't know what's the word. Because I'm doing my sister? Application. Thanks, yeah, it's what is it? Maybe it's your guardian or something. I don't know. I'm at work. Let me finish work and call you and see. Biggest lie of the country, yeah, bro. How come your sister speaks in the Lahja and you don't? What Lahja? You're telling me in Arabic. And now the corner, the corner, who looks for companions. Just such a soft-spoken, lovely language. So. Otra pérdida de balón. Rodrigo. Muy buena entrada, la pelota bro, costado. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Ojo, atentos, puede obligado, haber bro. Lo que es estar en el lugar correcto. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien esco. Porque el equipo local farra. Está desesperado. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido han dicho, acá estamos nosotros y la pelota es nuestra. Y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades, pero si llegan a convertir el gol el rival, lo va a tener muy complicado. Isco. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Intenso partido en la primera parte ha dado lugar ahora a un segundo tiempo que tiene el City perdiendo. Ha llegado. Esta no lo puede fallar. From the middle, Cruyff. Ha
Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Sigue con la pelota Carrasco, pero la defensa no quiere problemas y corta. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ha barrido espectacularmente bien. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. Disco time. ¡Hija! ¡Qué buena definición! ¡Qué disco, disco! A este nivel no se pueden descuidar ni un segundo. Retomamos el partido y no se revierte en la desventaja del City. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parados. Señoras y señores, termina el ataque. Grazie mille. Penalti por... Y por ahora el marcador, you mustn't. Fuck me, man. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí tiene con quién apoyarse. Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. ¡Ojo, es Canales! ¡Cuánta clase! Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. How the fuck this guy survives with Cannavaro in midfield, I swear. Míralo el técnico visitante como mandó la chica. Pero Venturecchio, it's just he's not a, I would have expected him to be his weakness, but he isn't. This is will be hell. It's just weird, like I if I would try it for like a game, I'd just hate my life. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Toca un compañero. Ese es Modric. Ensuciándose por el equipo, bien. Che, díganle a los visitantes que le presten la pelota a los locales, por favor. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy, encima que van. Adelante. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está, no sé por qué hizo eso. Venturecchio. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Pita la falta el árbitro, ¿y ahora qué hace? Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco. Interceptando el pase. What a good chance. Bueno, muchachos, nos ponemos las pilas y dejamos de perder la pelota. Carrasco ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Tremendo el bloqueo. A continuación el lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Avanza el City con la pelota, a ver qué puede hacer. Ahí la tiene para ponerse a uno. Le pega y se va por poco afuera. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Clara intercepción. Bien, ahí quitando la pelota.
Sai, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. Va por el costado Carrasco. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Peligro y hay gol de Isco. Muy buena tapada de este arquero. Gran presión en el ataque, ojo. La quiso colocar, no definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Tienen mil hijos. Cuidado que puede terminar en gol. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Atento con el pase. Y termina todo en nada. Nuno Méndez. No han reconocido el lazo. No. Francisco Alarcón, Isco. De cuchara la levanta. Buen trabajo del portero para quedarse con la pelota. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Y ve el equipo perdiendo la pelota. Alessandro Del Piero. Pase filtrado. Casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada de defensa. Sí. Alright, on a hot feel like I'm in. Yeah. See you, bro.